بس خليني اروح عندي تجربه الحقيقه يمكن جميله، واكيد انه الحاضنات والمسرعات يعني في رياده الاعمال لها دور كبير. وخلينا ناخذ يمكن تجربه اللي عند اختنا تمام ايمان. ايمان عندكم مسرعه اسمها بلو، قاعد ادور اسمها، اللي هي بلو سوم للاعمال، صحيح؟ صحيح. طب قبل ما اتكلم عن المسرعه خلينا نتكلم عن ايش اللي ما قاعد يسرع عندنا، يعني الانتقال لمفهوم الابتكار في رياده الاعمال. ايش التحديات؟ حكينا عن بعضها قبل شوي، قبل ايش التحديات تواجه رواد الاعمال بشكل عام ويتمنون ان يتم تسهيلها عليهم؟ يعطيك الف عافيه، واول حاجه شكرا لاستضافتي في البرنامج. طبعا احنا بس عشان اعطيك فكره، من وقت أطلقنا المسرعة في عام 2017 سرعنا المئات من الشركات الناشئة، وعن خبرة خاصة عن رائدة أعمال وسيدة أعمال فتحت شركات قفلت شركات في السعودية وساهمت في الكثير من الشركات السعودية أنها تطلع، أقدر أقول لك أن السعودية اليوم هي أفضل سوق، وحتى على حسب Global Entrepreneurship Monitor أفضل سوق وأفضل دولة لأن الواحد يبدأ فيه شركة ناشئة. فصح في تحديات، بس حقيقة يعني لا تقارن يعني الأشياء اللي متواجدة اليوم في السوق السعودي. وعشان كذا احنا حتى بنشوف المسرعة الناس والشركات الناشئة ورواد ورائدات الأعمال اللي جالسة تقدم على المسرعة ما هي بس من السعودية، من أنحاء العالم العربي وحتى من أمريكا. جانا كثير من رواد الأعمال من كاليفورنيا، من نيويورك، من لندن، الولايات المتحدة، من اليابان وغيرها، لأنه في تسهيلات كثيرة لرواد الأعمال وللشركات التقنية. وطبعا الاستثمارات الجريئة، يعني من الأشياء اللي برضو ذكرت انه احنا الان السعوديه من اكثر الدول العالميه نساهم في الاستثمارات الجريئه، نساهم في الاستثمارات وفي تدفق مالي سريع، واحنا احد المسرعات الاعمال المتواجده في البلد. وطبعا من دعم المنشات الهيئه العامه، المنشات الهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه، في يعني امكانيات للوصول الى علاقات والشبكات والمستثمرين.